2004 الحقيقه، وانا كنت بنتقل من النادي الاتحاد جده لنادي الاهلي. 2004 دي كانت بدايه الفيسبوك. من 2004 ل 2019 15 سنه على بدايه الفيسبوك. والفيسبوك الحقيقه او كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن خصوصا الفيسبوك، عامل شكل كده او عامل حاله دائمه موجوده وسط الناس خلال ال 15 سنه اللي فاتوا. لكن وانا قاعد النهارده بقلب كده في الاخبار الموجوده، ومن خلال اليوم السابع جريده كبيره وجريده مهمه وموقع كبير وموقع مهم، الحقيقه شفت الانفوجراف ده. الانفوجراف ده يا جماعه هيوري حضر رد تاني ولكن بالارقام وبالدلائل. وانا بشكر جدا جدا اليوم السابع على هذا الانفوجراف. الانفوجراف في عيد ميلاد ال 15 كم مرة احتفل الأهلي والزمالك بالدوري على فيسبوك؟ مش أنا اللي بقول ده، اليوم السابع. الأهلي 2006-2007، الأهلي 2007-2008، الأهلي 2009-2010، الأهلي 2013-2014، الأهلي 2015-2016، الأهلي 2017-2018، الأهلي آخر حاجة 2017-2018. طيب أروح للجنب التاني، معلش يا سمير أنا حاجة كده شوية، أروح للجنب التاني، أنا أصل أنا مش شايف الجنب التاني. لا، في 2014-2015، في 2014-2015، خلال 15 سنة منذ إنشاء الفيسبوك، و النادي الاهلي تقريبا احتفل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مرات. النادي الاهلي احتفل 9 مرات، او جمهور النادي الاهلي احتفل 9 مرات على الفيسبوك، احتفل 9 مرات على الفيسبوك، وبالتالي تصبح النتيجه 9-1 مش 6-1. طيب